ركود على طول الخط هو أبرز ما يميز انطلاق مرحلة التحويلات الشتوية، يشبه إلى حد بعيد ما هو قائم في سوق السيارات ببلادنا. ليطرح السؤال، هل سببه غياب الأسماء البارزة في السوق العرض، أم أن الأندية رفعت شعار نحن متقشفون إلى إشعار آخر؟ أسئلة يجيب عنها فتح بوشعنان في سياق التقرير التالي. ماذا يحدث لسوق تحويلة اللاعبين في المرحلة الشتوية؟ هل أصابته لعنة التقشف؟ أم أن قانون العرض لم يتماشى هذا الموسم مع قانون الطلب؟ هنا ظروف السوق. هذا تصريح لتاجري سيارات. الشاري ما كاش يخاف يشري والبايع تاني يخاف. لكن لسان حال المدربين نفسه عندما يتعلق الأمر بالانتدابات، نقص فادح في الأسماء المتوفرة. أما المعروضة للبيع أو الأسماء الكبيرة فلمن استطاع إليها سبيلا. البروفيل اللي نحوسوا عليه مازال ما لقيناه ديريكتومون، اون فا فوار. المهاجمون السلعة الأكثر طلبا في سوق التحويلة الشتوية، باتت مطلبا موحدا للأندية. لكن الغريب أن سوق العرض يعاني من ندرة فادحة لعدم بروز أسماء جديدة. قاعد يقول لك جو شيرش ان اتاكون، الناس قاعد تحوس ان اتاكون، مالوروزمون يعني اون فا شيرشي يعني احنا ولا هما. التقشف، غياب الأسماء في سوق العرض والديون العالقة يقودون بامتياز سوق التحويلة الشتوية إلى مصير الأسواق الأخرى. لا بيع ولا شراء، بل العمل بما هو متوفر.